بصراحة يعني كلامك أكثر من رائع، أبدعت باللي حكيته. هلأ شوف، إحنا عشان أكون أنا صريح جدا معك، قبل ما تيجي فكرة الفيديو هذا النقاش إنه نتحاور فيه مع بعض، هلأ ما كنت حاب أفوت بالموضوع هذا من أساسه. خلينا نحكي عشان في أبعاد سياسية أكثر من القناة. يعني إحنا القناة اسمها قصص المشاهير عن يعني هي رايحة على قناة انترتينمنت أكثر من مواضيع سياسية، بس لأنه صرت تفتح اليوتيوب عم بتشوف الكل، مع أنهم هم المفروض انفلونسرز وهم بلوجرز، عم يحكوا عن اللي صار بين باسم يوسف، بين مقابلة باسم يوسف بيرس مورغان. الكل عم بيحكي عن الموضوع، طلع ترند بشكل رهيب جدا. الإشي الأساسي إنه طبعًا تفتح أنت الفيديوهات تبعتهم، يعني في خلينا نحكي انقسام، لأنه هلا الناس اللي ضد باسم يوسف دغري اتهمته بالتجارة، الناس اللي ما صارت تحكي إنه هو بطل قومي أو بطل وطني، فما في خلينا نقول يعني أنا حبيت أشوف أو أشرح للناس وجهات النظر اللي أنا سمعتها بالفيديوهات. صراحة يعني سمعت هيك وسمعت هيك، سمعت الإيجابي سمعت السلبي عنه، سمعت اللي بمدح فيه سمعت اللي بذم فيه، فكل هذا الإشي الإشي يعني خلينا نقول الإشي الأساسي إنه ما كان في أي نوع حيادية بناتهم بالفيديوهات اللي أنا شفتها. فحبيت أنوه إنه في منطقة خلينا نحكي منطقة رمادية، اللي هو إنه أوكي ممكن إنه زي ما أنت حكيت باسم يعني مش استغل بس استفاد، صحيح، بس طبيعي زي ما بيرس مورغان برضو استفاد. هو هلا بيرس مورغان خلينا نقول انا اوكي ماشي انا معك انه هو استفاد، بس هلا بيرس مورغان كاعلامي هو وظيفته يروح ورا الاشياء الترند، عرفت علي؟ يعني انا بالنسبه لي يعني تخيل انت كاعلامي اكبر اعلام يعني واحد من اكبر الاعلاميين الموجودين وما طلع ولا حلقه عن الاحداث اللي عم بتصير حاليا، مش منطق. يعني انت يعني الناس راح تعتبرها يا انت مهمل مش عامل دراستك بصراحة عن الاشياء اللي بالعالم بتصير. هذا طبعا الحكي بصفي عنه وعن المعدين وعن الفريق الاعداد الكامل، يعني انت بتحكي عن برنامج ما عم تحكي عن يعني هي انا وياك مثلا. هلا هو سؤال بخطر ببالي او ببالنا ومنتحاور فيه، لا هناك في عندك سكيدول كامل، في معدين، في قائمين، في مهندسين صوت، ناس بالجرافيكس، ناس بالإديتينج، ناس بالإخراج، يعني شغل قنوات تلفزيونية، يعني مش شغل قنوات يوتيوب خلينا نحكي. فالموضوع لا مش راح يصفي إنه أبطأ، طبعا تنساش إنه عندهم هم مش بس على التلفزيون، لا عندهم على كل قنوات يوتيوب، على كل منصات السوشيال ميديا بشكل عام، ففي شغل كبير. فكبيرس مثلا مش يعني مش منطق انك انت ما تحكي عن الاحداث. فهو يعني لو ما بده يحكي مثلا هو مضطر يحكي، يعني مجبر اخاك على بطل بكل الاحوال هو راح يحكي عنه. هلا اختيار باسم يوسف او لا برضو حبيت وجهة نظرك فيها، ولو اني انا من الناس اللي مش بصراحة يعني كان ممكن يكون في حدا زي ما انت حكيت يعني باسم يوسف يمثل نفسه، كان في حدا ممكن لو استراتيجي او محلل استراتيجي يمثل فعليا صوت شارع اكثر من هيك، يعني او يعني صوت الشارع برأي خبير مش صوت الشارع بصوت الشارع. باسم يوسف اوكي وصل صوت الشارع بس، يعني اما رأي خبير لا بيعطيك حقائق بيعطيك تواريخ بيعطيك يعني حدا متابع بالضبط، يعني الكارير تبعته او مسيرته المهنيه كلياتها بتعتمد على اللي صار، فبيقدر يشرح لك يوصل لك الشغله بطريقه افضل. هلا اللي انا حبيته بباسم يوسف صراحه اللي هو تمكنه من اللغه الانجليزيه، لانه مرات انت يعني احنا بالعالم العربي مش الكل خلينا نحكي على نفس القدره من الحكي او باللغه الانجليزيه، ناهيك عن انه يكون بانترفيو، يعني انت وان تو وان عم تحكي ما عندك وقت مثلا تحضر جوابك، مش عم تقرأ عن ورقة، فلا انت on the spot بدك يسألك السؤال بدك تجاوبه، تكون مرتب افكارك ومرتب لغتك
وقادر توصل رسالة بالطريقة اللي أنت بدك إياها مع بعض. فهاي هذا إشي لطيف يحسب لباسم يوسف، خاصة إنه يعني غير شوي من رأي الشارع الغربي أو وصلهم الفكرة اللي الشارع العربي موجودة عنده. فهاي الشغلة شو اسمه هلا يعني شفت هاي أنا مثلا كان عندي انتقاد ونفس الوقت يعني مدح وذم نفس الوقت بجملتين ورا بعض لباسم يوسف. فبرجع بقول في عندك منطقة رمادية، مش شرط إنه أنت تحب باسم يوسف فتحب له كل شيء، ومش شرط تكره باسم يوسف فتكره له كل شيء. ممكن أنت تحب الشخص على موقف تكره موقف ثاني. مظبوط صحيح، أنا هاي مع هالجملة. وبالآخر هلا بيرس مورغان وباسم يوسف هم يعني مش يعني أنت مو شرط تأخذهم قدوة، عرفت كيف؟ مش إشي أساسي إنه والله أنا لازم أخذ قدوة، حكيه صح خلص كلامه 100%، اللي بحكي ضده هو إنسان غلطان أو مش فاهم أو لا، هو المشكلة عادي هي حياة ورأي. أنت بيعجبك حدا، بيعجبك كاش موقف منه، بيعجبك موقف منه، يعني إذا أنت بتكره شخص أنا بحبه هذا لا يعني إنه أنت غلط، ولا يعني إنه أنا غلط، ولا يعني إنه أنت صح، ولا برضو يعني إنه أنا صح. حتى بتعليقات الفيديوهات كان عم يكون في هجوم على الناس، خلص أنا ضد انتهى ما تناقشني. وفي بصراحة أنا شفت بعض التعليقات على الفيديوهات وصلت إنه بلش الناس تغلط وتشتم وشعوب يعني صفت عنصرية فيها شوي على إنه أنت ده على الشعب الكذا، أنت دغري هيك 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 هيك، بنطوا الناس اللي من نفس الدولة ببلشوا يهاجموا الثاني، فبتدور دوامة. يعني أنت بهاي اللقطة صفيت بدك تعمل فتنة من ولا إشي، يعني عادي. لا حط إنه يعني زي ما أنا هلا بدي أحكي مثلا، ها أنا هلا راح أحكي إنه مثلا وجهة نظرك ووجهة نظري ببساطة خلينا نقول تمثلنا، ومش شرط تكون صح ومش شرط تكون غلط، ومش ما عم ندعي إحنا إنه إحنا اللي عارفين كل إشي وما تناقشونا برأينا. لا بالعكس، إحنا أصلا مقسمين الفيديو لا أكتر من جزء راح يكون زي ما هو مكتوب، راح يكون بالأسامي الفيديوهات بارت 1 بارت 2 بارت 3 كذا. الفكرة الأساسية عشان تكتبون رأيكم بالتعليقات على كل نقطة بنقدر نحكيها، يعني إذا عندك عشان ما تأخذ الفيديو ككم كامل تقدر أنت مثلا بارت 1 تحط كومنت تعليق مثلا هالنقطة لا، البارت 2 هاي النقطة كذا. فإحنا زي ما حكينا ما بندعي إنه وجهات نظرنا صح أو غلط، وهذا لا يعني برضو انه يعني خذ عزيزي المستمع خذ منا اللي بيعجبك واترك اللي ما بيعجبك بدون اي، يعني احنا مش عم نحاول نعمل فتن بهالفيديو بصراحه. يعني عادي، لا هو شابين خطر بالهم سؤال، استهجنوا شغله صارت على يعني حضروها على اليوتيوب باكثر من فيديو فحبوا يحكوا عنه. بس بكل بساطه هاي هي كل القصه. علاء شكرا كثير على وقتك، غلبناك معنا، احنا تعبناك اليوم، هاي الفيديو طويل يعني الفيديو اكثر من ساعة صار لهلا. اعزائنا المستمعين ان شاء الله انكم تكونوا انتم استمتعتوا بهذا الفيديو، وان شاء الله انكم تكونوا بتستنونا فيديوهات جديدة. طبعا اكتبوا لنا بالتعليقات رأيكم زي ما حكينا، لا تنسوا اللايك والاعجاب والاشتراك. وعلاء شكرا كثير على وقتك ويعطيك الف عافية، وان شاء الله هاي واحد الفيديوهات اللي انا كنت قايل قبل هيك انه انت راح تكون معنا باكثر من فيديو ان شاء الله بالدردشه، لانه المعلومات اللي انت بتقدمها يعني انا بصراحه واحد من الناس بحبها، بحب اسلوب طرحك. فعشان هيك ان شاء الله انك راح تكون برضو معنا بالفيديوهات الجاي اللي هي عباره عن سلسله مش بودكاست بدنا نحكي، لان البودكاست بيكون فيها ناس خبيرين اكثر منا، احنا عباره عن شابين بس عم نفضفض وعم نحكي اللي يعني اللي ببالنا اللي بخاطرنا. بس اتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكم وتستنوا بالفيديوهات الجاي، والسلام عليكم.